اليوم بدنا نحكي شوي عن بعض الميزات الموجودة في ثلاجات عفانة واللي بتخليك تختار ثلاجة عفانة قبل غيرها. أول وأهم إشي بدنا نحكي عنه هو التوفير العالي بالكهرباء لجميع الفئات. مثلاً ثلاجة البابين من عفانة لو شغلتها 24 ساعة باليوم راح تصرف ما يقارب 16 دينار شهري فقط. العزل، يتم عزل ثلاجات عفانة بمادة الفوم ضغط 40 كيلو جرام، وهذا اللي بيمنع دخول الحرارة أو خروج البرودة، وحتى لو وصلت الحرارة الخارجية للمكان 55 درجة. الأبواب، نظام الإغلاق الذاتي للثلاجة بيساعد على حصر الهواء البارد داخل الثلاجة بشكل كبير، وأكيد ما راح ننسى الدبل جلاس المفرغ من الهواء لزيادة العزل. تتميز ثلاجة عفانة باحتوائها على 5 أرفف مما يتيح مساحة تخزين كبيرة، وبحب أضيف هون إنه الرف بتحمل وزن عالي ممكن يوصل لحد 50 كيلو جرام. الإنارة الداخلية للثلاجة LED 180 درجة، وهي الميزة بتساعد على إظهار البضاعة داخل الثلاجة بشكل واضح جداً ومميز. تحتوي ثلاجة عفانة على ساعة ديجيتال لسهولة التحكم بدرجة الحرارة داخل الثلاجة. التبريد، تشتغل ثلاجتنا بنظام تبريد نو فروست اللي هو نظام تبريد الهواء اللي بيساعد بتوزيع الهواء على نطاق 360 درجة واللي بيمنع تشكل الثلج داخل الثلاجة. كفالتنا كفالة حقيقية لمدة سنتين تشمل وحدة التبريد كاملة وقطع الغيار. على فكرة التوصيل عندنا مجاني لكافة محافظات المملكة من الشمال للجنوب. توصلك الثلاجة، إذا ما عجبتك تقدر ترجعها وما بتتكلف ولا دينار. هيك احنا بعنا خدمة وثلاجة.